بعض بنحارب طواحين الهوا. انا محتاجة اميرة دلوقتي، ان اميرة اكتر واحدة هتعرف ترد عليهم. بناتها دلوقتي فين؟ بناتها معايا، حبايبي الاثنين معايا، وانا عايزة اقولك ان انا بنام واخدهم في حضني الاثنين. الاثنين بيقولوا لي دلوقتي يا ماما، والاثنين بيناموا في حضني. بيسألوا على مامتهم؟ بيسألوا على مامتهم وبيشوفوا صور مامتهم، وبوريهم فيديوهات لمامتهم، بوريهم كل حاجة حلوة لمامتهم. وهم نفسهم لما احيانا بيروحوا قايلين لي نشوف ميرا، ويروحوا ماسكين الموبايل بتاعي يعني يلعبوا فيه، يفتحوه عشان يشوفوا صور اميره ويتفرجوا على فيديوهات اميره. هم فاهمين ان انا موجوده وان هم قاعدين معايا. يعني لما بيسالوا عليها بتقول لها هي فين؟ انا قلت له بالحقيقه اتواصلت مع دكتوره نفسيه علشان مبقاش ماشيه بخطوات مش مرتبه مع الاطفال، وخصوصا ان هم لما جولي كانوا خايفين ومرعوبين جدا، بيجي لهم كوابيس، فحبيت اتواصل مع حد مختص. فقالت لي ما تكدبيش عليهم علشان ما يبقوش في حاله انتظار، ما تقوليش ماما سافرت او خرجت عشان ما يبقوش في حاله انتظار دائم. دكتوره صديقتي الكاتبه براء جاسم هي اللي قالت لي اقول لهم الحقيقه. الدكتوره براء صديقه ليا وصديقه الاميره وعارفاها كويس، فقالت لي يا حبيبتي هم صغيرين بس مدركين، فهميهم ان هي راحت عند ربنا، وان انت خلتوهم وان انت موجوده، انت بتحبيهم ومش هتسيبيهم، والبنات دول احضنيهم. وانا عملت كده فعلا، بحاول بقدر الامكان ما اقعدش قدامهم. فيروز لما بتلاقيني بعيط بتيجي تقف قدامي، والاقيها بصالي، واول ما بصالي تضحك لي تاخدني بالحضن تقولي بحبك يا ماما. فانا بحاول بقدر الامكان اظبط مشاعر البنات من الثورة اللي كانت فيها، اللخبطة اللي كانوا هما فيها، الصريخ والزعيق والضرب. فهمت فيروز ان مفيش ضرب، فيروز بتخاف جدا من الضرب، فهمتها ان مفيش ضرب. وفريدة بتتعامل معايا على اني ماما، يعني هي بتيجي تقلعني النضارة وتبص في وشي وعينيا ان انا ماما.